الخير على حضراتكم، أهلا بكم معنا يوم جديد من الحياة اليوم، وبنتابع مع حضراتكم أهم الأخبار بشكل يومي. طبعا هنبتدي متابعتنا الإخبارية بنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي، لأن النهاردة كان في لقاءين للرئيس. اللقاء الأول كان في العلمين، واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، ده طبعا لمناقشة العلاقات الثنائية وعدد من الملفات المهمة ما بين البلدين. النشاط الرئاسي كمان على المستوى الداخلي كان في اجتماع للرئيس لمتابعة مؤشرات أداء السياسة المالية للدولة، لكن هنبتدي مع حضراتكم زي ما بنتابع على الشاشة اللقاء طبعا الحميم، وعارفين علاقات طيبة ومتميزة للغاية بتجمع الدولة المصرية بدولة الإمارات العربية سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى الحكومي بطبيعة الحال. والحقيقة اللقاء ده مهم جدا، غيره من كل اللقاءات العربية طبعا في ظل الظروف العالمية والتحدي المتعلق بالأوضاع السياسية والأوضاع الاقتصادية، وشفنا ودايما بنقول خريطة العالم بتتغير، وهذه الأوضاع المضطربة بتفرض تحركات وبتفرض اتفاقات وشراكات على المستوى الدولي. وهنا في المنطقة العربية الحقيقة احنا شايفين خلال الفترة الأخيرة ازاي ان في تنسيق على أعلى مستوى، تنسيق على المستوى السياسي وكمان شراكات اقتصادية، علشان زي ما الرئيس بيقول من خلال طبعا كل هذه الزيارات واللقاءات يكون في تعزيز للعمل العربي المشترك، ويكون في وجهة نظر موحدة تجاه القضايا الدولية والتحديات اللي بيشهدها العالم. والحقيقة الكلام ده كان حاضر النهاردة من خلال لقاء الرئيس بالشيخ محمد بن زايد. طبعا تم مناقشة القضايا الدولية، الأمن الإقليمي، الأوضاع في المنطقة العربية، وأكد الرئيس والشيخ محمد بن زايد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات اللي بتشهدها المنطقة. خلونا نتابع تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي ونرجع لحضراتكم تاني. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار العلمين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يحل ضيفا عزيزا على مصر في أولى زياراته الخارجية منذ تولي سموه مقاليد الحكم بالإمارات الشقيقة. سلام دولة الإمارات العربية المتحدة. سلام. سلام. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد مباحثات قمة بين الزعيمين لتبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية. كذلك تم بحث موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة. معنا على الهواء على التليفون معالي السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجيه الاسبق، برحب بحضرتك معنا معالي السفير. مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء الخير استاذه لوبي. اهلا وسهلا بحضرتك معالي السفير. طبعا احنا شايفين تحركات واتفاقات على مستوى المنطقه العربيه بتقودها الدوله المصريه في الفتره الاخيره، نشاط مكثف الحقيقه. النهارده بنتكلم على لقاء بيجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس دوله الامارات الشيخ محمد بن زايد، شايف ازاي التوقيت واهميه هذه التحركات على مستوى المنطقة العربية مع السفير؟ شوف يا استاذة لبنى، يعني زيارة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات بتأتي في توقيت شديد الأهمية وسط تطورات دولية وإقليمية
يعني شديدة الضغط على دول المنطقة وعلى اقتصادياتها، خاصة في مجال أمن الطاقة وأمن الغذاء. لكن الزيارة أيضا هي مقدمة لقمة خماسية هامة هتعقد غدا في العالمين، ويحضرها رئيس الوزراء العراقي والعاهل الأردني وكذلك ملك البحرين. القمة الخماسية دي بتأتي يا أستاذة لبنى في إطار الآلية اللي تم تأسيسها بين البلدان الخمس، بدأت بمصر والأردن والعراق، وانتقلت مع انضمام دولتي البحرين، مملكة البحرين ودولة الإمارات، إلى آلية للشراكة، الشراكة الاقتصادية صحيح، سموها الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية الاقتصادية المستدامة. ده كان اسم الآلية، ودي زي ما قلنا بتضم الدول الخمس اللي هتلتقي في قمة هامة غدا. وده الاجتماع، يعني لما عقد الاجتماع الثاني للجنتها العليا وتابعناه الشهر الماضي في القاهرة، كانت بداية للانطلاقة اللي هي تأسست في يونيو بمشاركة مصرية أردنية عراقية، بتبحث طبعا مشروعات توطين الصناعات في المنطقة وتحقيق شراكة تكاملية، سواء كنا نتحدث عن ملف أمن الطاقة أو أمن الغذاء. فهذه القمة ستسهم حتما في تحقيق المزيد من التفاهم والتنسيق، وكذلك يعني أنا شايفها بترتقي بمفهوم آلية الشراكة إلى الشراكة استراتيجية، عمل مشترك وتوطين استثمارات، والأهم توطين الصناعة. تابعنا أستاذة لبنى يعني الضغط الواقع على سلاسل القيمة الغذائية، أصبحت الصادرات أقل خاصة من الحبوب والأقماح، وأصبحت السلاسل القيمة الصناعية أيضا مضطربة مع حالة التوتر اللي بنشاهدها في العلاقات الصينية الأمريكية، وبالطبع بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية في العلاقات الغربية الروسية. كل هذا الاضطراب يستدعي من منطقتنا العربية وبحكمة القيادة أن يتم توطين الصناعات، سواء كانت صناعات غذائية أو صناعات مقيمة في بلادنا، حتى نتجنب اضطراب هذه الأسواق ونعتمد على الذات، وكذلك نحافظ على أموالنا واستثماراتنا داخل المنطقة العربية، وفي ذلك أمان رئيسي لها، ليس فقط أمان نقدي، ولكن أيضا هي فرصة للاستثمار في اقتصاد مثلا مصري واعد، أو اقتصاد أردني، أو في اقتصاد العراق بطاقته الواسعة. يعني تحقيق التكامل الاصطناعي يؤدي للاستقلالية وتحقيق المكاسب، خاصة في سوق ضغط زي السوق المصري اللي بتحافظ فيه البلاد على مكاسب اقتصادية وسياسات مالية ثابتة، وبتقدم فرصة استثمارية واعدة تعد أمان للاستثمارات العربية. ودولة الإمارات يعني شوفي حضرتك نموذج للبلد اللي هتعقد فيه القمة، وهو العالمين الجديدة. شوفي نموذج العاصمة الإدارية الجديدة، ما يمكن أن يقدمه الاقتصاد المصري من فرص للاستثمارات العربية. وأظن الحديث المصري الأردني العراقي عن عملية الربط البري وعملية التعاون في مجال الطاقة ومادة أنابيب للتصدير عبر مصر، أعتقد أنها كلها إضافات لآليات التعاون القائمة. قمة هامة جدا، اللقاء طبعا مع الشيخ محمد بن زايد بيشمل بعد ثنائي هام جدا. دولة الإمارات دولة عزيزة لها استثمارات هامة مقدرة في مصر، وتسعى دوما لخير البلاد ودعم الاقتصاد الوطني. ولعل يعني زيارات الأخيرة للسيد الرئيس لمنطقة الخليج ووقوف دول الخليج مجتمعة لدعم الاقتصاد المصري، سواء كنا نتحدث عن دولة الإمارات أو المملكة العربية أو دولة قطر، كلها الدول ساهمت بالفعل في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري في مرحلة الضغط التي تعرض لها في الآونة الأخيرة. لكن أنا أيضا أشوف في مثل هذه القمة فرصة للعمل العربي المشترك لتهدئة الأوضاع، سواء كنا نتحدث عن اليمن أو ليبيا أو القضية الأم في فلسطين أو عودة سوريا لنطاقها العربي الطبيعي وهو ما نتحدث عنه الآن، أو مواجهة الأزمة في أوكرين، والأهم أيضا يا أستاذة لبنى التصدي
وبحكمة للتدوغلات الخارجية الإقليمية خاصة من تركيا وإيران. يعني يا معالي السفير نقدر نقول أنه فعلا لما بيبقى فيه ربط مصالح مشتركة على المستوى الاقتصادي ده بينعكس على السياسة، تنسيق في المواقف السياسية، كلمة واحدة، تعزيز قدرتنا أن احنا نقدر نجابه ونواجه التحديات والتدخلات الإقليمية. فيعني سأبقى نتكلم بقى على أزمات مختلفة حضرتك سميتها من شوي. بالفعل يعني هي لا شك يعني الأزمة الثابتة والحالة دائما هي قضية فلسطينية، وأنا أظن أن بالعلاقات الإقليمية المتنامية في المرحلة الحالية يمكن الحديث بشكل واضح وصريح كما تحدث السيد الرئيس والقادة العرب بلغة واحدة في قمة جدة عن المشهد الفلسطيني، وأنه لا سبيل إلا إقامة حل الدولتين وشعبين يعيشان جنبا إلى جنب. وأنا أتصور أن استمرار الضغط سواء من خلال العلاقات الثنائية القائمة بين مصر ودولة الإمارات وباقي البلدان العربية وإسرائيل يمكن أن يقود إلى تحريك الموقف، خاصة في ظل إدارة أمريكية باتت أقرب لفهم الموقف العربي والفلسطيني والموقف الأوروبي المساند. أنا أود أن أشير أيضا إلى البعد الثنائي الهام في هذه اللقاءات. مصر دائما والسيد الرئيس يقدمها كفرصة استثمارية واعدة للأشقاء، وفي الاستثمار في مصر فائدة وأمان أيضا للاستثمارات العربية. نعم، كل الشكر والتحية لحضرتك معالي السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. بينضم لنا كمان على التليفون الكاتب الصحفي أستاذ محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية. برحب بحضرتك معنا سيد محمد، أهلا وسهلا. أهلا بيك، مساء الخير. مساء النور يا فندم. يعني طبعا ما هيش الزيارة الأولى وتقارب وشراكة استراتيجية ما بين مصر ودولة الإمارات، وكمان قمة خماسية منتظرة، شايف إزاي طبيعة العلاقات وأهمية التنسيق كمان سواء بنتكلم على المستوى الاقتصادي وانعكاس ده كمان على المواقف السياسية للدول العربية؟ نعم، في البداية أعتقد أهمية هذه الزيارة تأتي أنها يعني تالية لزيارات سابقة وتأكيد حقيقة لقوة العلاقات المصرية الإماراتية. نعم. ومستوى التنسيق الكبير، وهذا حقيقة ربما ما يريح كثير من المراقبين في المنطقة أن هناك تنسيق كبير حقيقة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية في القضايا المختلفة. ولقاءات الرئيس المصري ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بلا شك أنها تأتي دائما في ظروف وفي أوقات تكون هناك ملفات ملحة بحاجة إلى النظر فيها والنقاش حولها. التحديات اللي بيشهدها العالم في الوقت الحالي بيخلي الشراكة ما بين الدول العربية بتكتسب أهمية كبرى، بتشوف إزاي التعاطي مع هذا الملف وكمان التحالف والشراكة اللي امتدت كمان لعدد من الدول العربية الأخرى؟ اليوم حقيقة الوعي السياسي الموجود لدى جمهورية مصر العربية وبالتحديد لدى رئيس السيسي وكذلك لدى الشيخ محمد بن زايد يؤكد أن هناك ضرورة حقيقة للعمل العربي المشترك وتقوية هذا الجانب. حقيقة نحن مرينا بعقد من الزمان، 10 سنوات مضت، المنطقة العربية كثير من الدول العربية واجهت تحديات كثيرة، اليوم بحاجة إلى عمل كبير وعمل جاد. القمة الخماسية بلا شك بوجود العراق، الأردن، الإمارات، مصر، بحرين، دول نعم بلا شك أنها ستعطي يعني بعد مهم لتحديات المنطقة، أمن المنطقة. وأنا لا أعتقد هذه القضايا السياسية فقط هي المهمة والاقتصادية، اليوم هناك تحدي كبير حقيقة وهو تحدي التغير المناخي، ومصر سوف تستضيف في شهر نوفمبر المقبل اجتماع مهم حقيقة COP26. أعتقد هذه من التحديات الكبيرة، تحدي المياه في المنطقة. اليوم الدول العربية بحاجة أن تعمل يدا بيد، تكون شريكة مع بعضها البعض. التحديات الأمنية مهمة، إسرائيل وجودها في المنطقة والعلاقات التي تتشكل معها، أعتقد بحاجة إلى رؤية عربية شاملة حقيقة تستطيع أن تصل إلى نتيجة تخدم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في نهاية الأمر. الملف الاقتصادي كمان سيد محمد هو ملف ضاغط على كل دول العالم بما فيها الاقتصادات الكبرى، الشراكات بقى على المستوى الاقتصادي ما بين دول عربية، وخلينا نتكلم تحديدا النهاردة على دولة الإمارات. طبعا في ملف الاقتصاد يعني في تعاون كبير وفي استثمارات إماراتية بتضخ وفي الطريق كمان لاستثمارات أكبر، فلو اتكلمنا على دلالة مدينة العالمين الجديدة وهو مكان الزيارة ومكان القمة
المنتظرة، وكمان ملف الاستثمار المصري العربي إزاي بتشوف أهميته؟ بلا شك هذا الملف مهم جدا، وهو يعني بين دول الإمارات ومصر ملف قديم وشراكة عميقة، ويعني هناك قناعة كبيرة حقيقة بضرورة دعم الاستثمارات بين الدول العربية. وكذا كما تفضلت انعقاد هذه القمة في منطقة العلمين لها دلالات كبيرة. اليوم أنا أعتقد كذلك هذا الاجتماع اقتصاديا كذلك يأتي في ظروف عالمية صعبة حقيقة، التضخم الذي يشهده العالم اليوم، التحديات الاقتصادية الكبيرة حقيقة في دول العالم بلا شك أصبحت تنعكس علينا أسعار البترول التي أثرت. أعتقد حقيقة الأمر الأهم حقيقة أن الدول العربية تنتبه إلى ضرورة أن تعمل معا، أن تؤمن من جديد وأن تصحح بوصلتها بأن العمل العربي المشترك مهم جدا لمصلحة دول وشعوب المنطقة. صحيح، ودي عبارة تكررت كثيرا في الأونة الأخيرة، تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي الحقيقة. فبقى عندنا هدف الحمد لله يا رب، وأنه المنطقة العربية لازم تكون حاضرة في ضوء التحديات والتغيرات اللي بيشهدها العالم. شكرا جزيلا لحضرتك سيد محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، بشكرك يا فندم. نرجع لنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف تاني متعلق بالملف الداخلي أو بالشأن المحلي. اجتماع النهاردة للرئيس مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ودكتور محمد معيط وزير المالية، ودكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، دكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. الاجتماع كان الرئيس بيتابع فيه مؤشرات أداء السياسة المالية للدولة، وتم عرض الأداء الخاص بالعام المالي 2021-2022، واللي تم التأكيد طبعا انه محصلة يعني التقرير او الاداء دون انه قدرت الدولة انها تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية، استيعاب الصدمات، وده اللي رسخ انطباع ايجابي عن مرونة وصلابة الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية للدولة. وقدرت وزارة المالية انها تحقق نتائج ايجابية خلت مصر ضمن عدد محدود من الدول على مستوى العالم اللي قدرت انها تحقق فائض اولي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي. الرئيس من خلال الاجتماع ده وجه بضرورة الاستمرار في الانضباط المالي، الحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة للدولة مع صياغة استراتيجية متوسطة المدى لاستهداف أكبر قدر ممكن من خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي. بخصوص منظومة الجمارك، الرئيس من خلال اجتماع النهاردة وجه بسرعة استكمال كافة جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع المواني والمنافذ الجمركية، ده لتحقيق حوكمة الإجراءات وتزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بالكشف بالأشعة، وكمان التدقيق في التشغيل من خلال أطقم الكوادر البشرية علشان يكونوا على أعلى مستوى فني ومهني، ولضمان امتلاكهم القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بالمنظومة الجديدة. بالنسبة للضرائب، الرئيس اطلع على ما تم من إطلاق المرحلة الأخيرة من تطوير المنظومة الضريبية الرئيسية والتشغيل الفعلي للإيصال الإلكتروني بداية من شهر يونيو اللي فات، علشان ده يتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية واللي بدأ تطبيقها قبل كده في 2020. كمان من خلال الاجتماع تم متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل في مكافحة التهارب الضريبي وضم القطاع غير الرسمي لهذه الآليات. بخصوص الموقف المالي لهيئة التأمين الصحي الشامل، وجه الرئيس بالاستمرار في خطوات ومراحل تطبيق المنظومة علشان تكون شاملة لجميع محافظات الجمهورية، تقدر انها تقدم خدمات الرعاية الطبية على أعلى مستوى للمواطنين. النهاردة اليوم الدولي أو اليوم العالمي لتخليد ذكرى ضحايا الإرهاب، يوم بموافق طبعا 21 أغسطس من كل سنة، ده اليوم اللي تم اختياره تخليدا لذكرى ضحايا الإرهاب في كل دول العالم. طبعا مصر يعني احنا لينا وضع خاص الحقيقة في التعامل مع الإرهاب، ومن سنين لما طبعا تعاملنا مع الملف ده قلنا وما زلنا ان مصر يعني حربت الارهاب نيابه عن العالم كله، وحرب يعني كلفتنا طبعا فاتوره كبيره
من الأرواح والشهداء، ودايما بنفتكرهم بكل خير ومش عايزين أبدا أن الحوادث دي تبقى خلاص عدت وما نفتكرش عنها حاجة، وأن شهداءنا يكون مجرد رقم. لا، شهداءنا دول قدموا أرواحهم، أسرهم دلوقتي يعني ربنا يكون في عونهم يا رب. لكن دايما زي ما بنقول وزي ما بنشوف حتى في الكليات العسكرية وكليات الشرطة، أن الشعب المصري لا صحيح يعني التحدي الإرهاب هو واضح قدام أذهاننا جميعا، لكن ما بنظنش أبدا ولا بنفخل لأمن واستقرار بلدنا والمستقبلنا أنه بنقدم أولادنا للدفاع عن أمن وسلامة الوطن. فالخارجية المصرية بدورها النهاردة طبعا طلعت بيان وأكدت فيها إدانتها القوية للإرهاب بكل أشكاله وصوره، وشددت على أهمية البقاء متحدين ضد كل من يسعى لزرع بذور الفرقة والكراهية في مجتمعاتنا. وطبعا أرقام وأعداد ويعني ضحايا العمات الإرهابية وشهدائنا والعمات الإرهابية الصعبة والأسية الحقيقة يعني اللي مرت على بلدنا، لكن دايما بيقول حائط الصد هو وحدة البلد دي، وإن الشعب المصري مع قوات الشرطة ومع الداخلية كلنا مع بعض صف واحد وإيد واحدة، جيش وشرطة ومواطن، كلنا عايزين البلد دي تستقر، وكلنا واقفين ضد أي أطماع وضد أي تدخلات أو ضد أي محاولة إن احنا نهد اللي بنيناه وتعبنا فيه. وإن مصر الحمد لله قدرت إنها لسه كنا بنتكلم على الاقتصاد وأزمة عالمية وقادرين إن احنا نمشي ونكمل، فأعدائنا دايما واقفين لنا بالمرصاد ومش عايزين المسيرة دي تكمل على خير. ففي ذكرى طبعا هذا اليوم كل التحية لشهدائنا والأهالي الشهداء الحقيقة يعني اللي قدموا أغلى حاجة عندهم في سبيل بلدنا. معانا على تليفون سيادة اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، برحب بحضرتك معانا يا سيادة اللواء، مساء الخير. أهلا، مساء الخير أستاذة أهلا وسهلا بحضرتك في يوم زي النهاردة يا فندم، وتخليد لذكرى ضحايا الإرهاب في كل دول العالم، مصر بقول لها خصوصية في التعامل مع هذا الملف، إيه كلمة حضرتك اللي تقدر تقولها يعني دور مصر والدولة المصرية وإزاي تعاملت وشهدائنا واللي قدموه؟ وطبعا نمرة واحد احنا بنترحم على شهدائنا طبعا يا فندم، وبنتمنى لهم طبعا يكونوا في جنة الخلد إن شاء الله، والأهالي هم الصبر والسلوان، ولينا كمان احنا ان معظمهم احنا بنرتبط بهم ارتباط وجداني كلنا كشعب مصر اكيد. لكن احنا لما نبص للدوله بقى عملت ايه في مقاومه الارهاب او محاربه الارهاب، هنلاقي احنا بدانا حرب الارهاب حقيقه من سنه 2015 من الكمين الرفاعي، والدوله نهجت في هذا الموضوع مع خطه استراتيجيه كده من حوالي 4 مراحل. لكن انا عايز اكلمك عن النتائج مباشره، اتفضل يا فندم، مش على التفاصيل. اتفضل. فانت لما بتحارب الارهاب يعني انت عايزه تحقق الامن القومي للبلد، وتحقيق الامن القومي بيجي في 4 مجالات رئيسيه اللي هو المجال السياسي والمجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي والمجال العسكري. دول 4 مجالات اساسيه بيتحقق فيهم الامن القومي بيفرز بينهم. فهنبص نلاقي ان مصر لما حاربت الارهاب هي الدوله الوحيده في العالم اللي حاربت الارهاب على قواعد علميه سليمه، وهي اللي جابت نتائج كويسه وليها مباشرات على كده. فالنهارده لما حاربنا الارهاب في المجال السياسي هنلاقي الرئيس عبد الفتاح السيسي من بدء تولي الحكم حتى وكان وزير الدفاع كان بيتخذ مجالات سياسيه في سواء في المحيط الاقليمي او المحيط الدولي بالاضافه الى السياسه الداخليه، ازاي هيحارب الارهاب والقناعه به ويضع الاسس اللي ممكن تحاربه سواء بالتعاون بين الاجهزه في المحليه او التعاون الدولي بيننا وبين الاشقاء في المحيط الاقليمي بتاعنا سواء العربي او المتوسطي، وثم المحيط الدولي بالنداءات اللي هو كان نادى بها، وخاصه في المؤتمر الرياضي اللي كان حضره ترامب سنه 2018 واعلن فيه 4 نقط لمقاومه الارهاب، منها ان الدوله اللي بتدعو الارهاب لازم تتحاسب، الدوله اللي بتدرب الارهاب لازم تتحاسب، الدوله اللي بتمول والمنابر الاعلاميه مقاربه شامله صحيح يا فندم، وحتى الامم المتحده خدت ال4 دول وحطتهم سنتها اعلان، بس المشكله ان الامم المتحده ما عندهاش الاليه اللي تنفذ بها الموضوع ده نظرا للدول الكبرى ما بتوافقش على كلام تقوله. وهل في جديه من الدول الكبرى ومن المجتمع الدولي لمكافحه الارهاب فعليا؟ ما فيش، اصل الارهاب حضرتك اصبح عنصر من عناصر الحرب من الجيل الرابع اللي هو بيمثل حرب بالوكاله عن الدول اللي عايزه مشاكل في الموضوع. فبالتالي يبقى اجراء دولي حاسم في هذا الموضوع هيبقى قليل. لما احنا جينا نحارب الارهاب في المجال الاقتصادي هنبص نلاقي، شوف انت الاصلاح الاقتصادي رغم قسوته انت توجهت الى القرى الاكثر فقرا
والى الفئه اللي هي محتاجه الدعم الشعبي، سواء انت بقى دعمتي بالبطاقات التموين او دعمتي بالمعاشات او دعمتي بالموضوع ده عشان ترفع مستوى الدخل عند الناس، عشان ما يبقاش ذريعه لانه يبقى عنصر من عناصر الامداد للارهاب بالبشر. ولما جيت في المجال الاجتماعي عملت قضيت على عشوائيات وقضيت على الاكثر فقرا برضو علشان ممنوع، عشان ما تدعميش الارهاب بالبشر اللي كان بيروح عنده استمرار. فانت بتحارب الارهاب بالسلاح وبالتنميه. فشفت المجال الاجتماعي عملت فيه ايه؟ كان النهار كان دايما البيئه القصبه، لانه واخد الارهاب معظمه 90% من اللي بيشتغلوا في الارهاب هتلاقيهم كلهم كانوا اكثر فقره، ومشكله عنده انه عايز يبقى حاجه في المجتمع، فبيروح في المكان اللي هم بيضحكوا عليه في او بيغرروا بيه ان هو هيبقى شيء عظيم مفهوم. ويروح معاهم في الموضوعات دي. وبعد كده انت بقيت في العسكري وانت عملت المراحل بتاعه العسكري فيها، انك انت قدرت تخشي في وسط المنطقه به وجيب اللي كان هو زارع نفسه فيها في سيناء، وقدرت تقنع العالم بانك انت بتدافع عن امن القومي بتاعك، ولابد انك تخترق اتفاقيه السلام حتى لو كانت مش موافقه، وبالتالي قدرت تدخل القوات اللازمه لانك انت تحارب الارهاب في عقر داره اللي هو كان زارع فيه في منطقه رفح ورفح والعلي. طب وحضرتك معانا يا فندم، معلش انا اسفه على مقاطعتك، بس برضه في نفس السياق تتكلم فيه على المستوى العسكري، وحضرتك اشرت في بدايه الكلام انه التحركات على المستوى العربي وعلى المستوى الاقليمي، وفي ملف طبعا اللي بنتكلم فيه ده النهارده مثلا انطلاق فعاليه التدريب المشترك هرقل 2 بقاده محمد نجيب العسكريه، بيشارك فيها مين بقى حضراتكم؟ السعوديه، الامارات، اليونان، قبرص، وكمان عندنا الاردن، الولايات المتحده الامريكيه، والكونغو، والبحرين بصفه مراقبه. احنا في ملف القوات المسلحه، التحديث يا فندم، تحديث طبعا الجيش المصري، المناورات العسكريه، يعني ده برضو ادينا قدره عسكريه في محيطنا وفي المنطقه نقدر ان احنا من خلالها حتى بنرسم الخطوط الحمراء، فهمني يا سياده اللي هو ما انا هقول لك حاجه، المشترك ده اساسي دلوقتي بين الدول. ليه؟ لان في دول ما عندهاش حروب، ما عندهاش صراعات. تمام. جيش حياة، جيش هينمو ازاي؟ خبرته القتال هتزيد ازاي؟ النقل التكنولوجي هيتم ازاي؟ الدفاع عن مصالح مشتركه ازاي؟ يعني انت النهارده لما سمت الحدود بينك وبين السعوديه البحريه. ايوه. فقدرت تامن البحر الاحمر، لو في هدف معادي بيننا وبين السعوديه في البحر الاحمر هنعرف نصده ازاي؟ اذا ده التدريب المشترك هو اللي بيوديني كده. لما احنا بنقول في الخليج مسافه السكه لتامين الامن القومي العربي، فانت لما بتعمل تدريب مشترك مع قوات من الخليج انت بتتدربي على كيفيه مواجهه عدو مشترك. مفهوم. نفس الموضوع في البحر المتوسط وهكذا، فاذا التدريب المشترك النهارده هو وسيله من وسائل رفع القدره القتاليه للقوات. وانت كمان فيها كمان دلوقتي انت مطلوب الناس تجي لك تتدرب عندك تدريب مشترك، خاصه في مقابله الارهاب، لان انت قطعتي انا قلت لحضرتك الشوط الكبير اللي قطعتيه في مقابله الارهاب، والتصنيع الحربي اللي انت عملتيه للاسلحه الخفيفه واللبس والمعدات واللبس بتاع الارهاب اللي انت عملت ايدكس 18 عرفتيه، هو ده مجال لان الناس تيجي تاخد من عندك الخبره. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده اللواء محمد الغباري المدير الاسبق لكليه الدفاع الوطني، بشكرك على وجود حضرتك معانا، ربنا ينصرنا يا رب، وتفضل دايما بلدنا مرفوعه الراس ووجودها وثقلها في محيطها وعلى المستوى الاقليمي، وطبعا سواء بنتكلم بقى على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي، وانها قادره مع التحالفات والشراكات زي ما كنا بدانا حلقتنا النهارده على المستوى العربي وعلى المستوى الاقليمي، حاضره في كل الملفات وفي كل الازمات. هنطلع لفاصل، بعد الفاصل نرجع لحضراتكم مرة تانية نكمل بقية أخبار. بنرحب بحضراتكم معانا مرة تانية. غير أخبارنا اللي بنتابعها معاكم بشكل يومي بيكون في أخبار ليها طبيعة خاصة لازم نشوفها، لازم نتابعها على الأرض، المشاريع إزاي البلد بتتغير، إزاي المشروعات التنموية في كتير من محافظات الجمهورية في كل حتة بتلاقي شغل وفي حاجة بتحصل وحاجة بتتحول للأفضل. النهاردة اخترنا الحقيقة نتكلم على مدينة من المدن اللي بيتقال عليها مدن الجيل الأول،
ليه بقول المصطلح ده؟ لان طبعا احنا عارفين دلوقتي ان الدوله شغاله في مدن الجيل الرابع اللي هي المدن الذكيه، العاصمه الاداريه الجديده، العالمين الجديده، وطبعا معظم المحافظات الجمهوريه هتلاقي فيها المدن الجديده المناظره للمدن الحاليه. بس لازم انك تشتغل، وده اللي بتعمله الدوله، مش بس بنعمل الجديد وبنعمل المستقبل، الحاجات اللي اتعملت قبل كده وللاسف الشديد على مدار عقود تم اهمالها وما حققتش الهدف اللي كان من المفترض هي معموله علشانها. مدينه السادات هي واحده من المدن الجديده اللي بينطبق عليها الكلام اللي بقوله لحضراتكم. مدينه اتعملت سنه 76 وكان مفترض تكون طبعا مدينة زراعية وصناعية ومتكاملة ويبقى فيها عدد سكان يوصل لمليون مواطن وأكتر، لكن زيها زي مدن جديدة وقتها ما تعملش بقى البنية التحتية والطرق والكلام ده كله، فما قدرتش انها تحقق الهدف بتاعها ان يكون تجمع سكاني عالي، يكون في أنشطة مختلفة. مدينة السادات مؤخرا الدولة زي المدن القديمة اللي كانت موجودة لا بنشتغل عليها، حصل فيها تغيير تطوير، وحدة سكنية جديدة 14 حي سكني بيضم أكتر من 19,000 وحدة سكنية، بنتكلم على مرافق وبنية تحتية وطرق توصلنا لمدينة السادات، أعمال تطوير وتغيير في مدينة السادات علشان تقدر بالفعل تكون مدينة متكاملة. احنا هيكون معانا لايف، هيكون معانا على الهواء مباشرة رئيس جهاز مدينة السادات باشمهندس رجب سلمان، هيكون تكلمنا عن مدينة السادات في الوقت الحالي وإيه طبيعة الشغل اللي بيحصل فيها. لكن الأول خلونا من خلال تقريرنا اللي هنتابعه مع حضراتكم نشوف إيه اللي بيحصل في مدينة السادات. كاميرتنا كانت موجودة النهاردة وكانت بتتابع أهم المشروعات اللي بتحصل في مدينة السادات. نتابع التقرير ونرجع لحضراتكم نتكلم بالتفصيل مع ضيفنا. في الوقت التي تحقق فيه الدولة طفرة عمرانية وحضارية في إنشاء مدن الجيل الرابع على طراز عالمي غير مسبوق، لم تنسى تطوير مدن الجيل الأول التي كانت قد طالتها يد النسيان. مدينة السادات من مدن الجيل الأول التي حققت فيها الدولة طفرة عمرانية، سواء على مستوى الإسكان، الطرق، المشروعات الاستثمارية، المناطق الترفيهية والبنية التحتية. المنطقة اللي احنا فيها دلوقتي دي من ضمن المرحلة الرابعة للإسكان الاجتماعي، وتم تنفيذ فيها 87 عمارة بإجمالي 1740 وحدة سكنية، والعمارات هنا خلصت، وخلصت اللاندسكيب والجميع المرافق، وتخصصت السكان وبدأت السكان فعلا تستلم وتقعد في الأماكن. احنا هنا في حي الفردوس تم توفير الأسواق التجارية، وتم توفير المسجد، وتم توفير مدرسة، وتم توفير ملعب ثلاثي. احنا كمدينة ككل وصل حجم الاستثمارات فيها ال 14 مليار ونص، وصلت الاستثمارات في قطاع الخدمات لمليار و 125 مليون. ووسط تطوير المدينة مشروعات مختلفة تم انشاؤها، مثل محطة معالجة مياه الصرف الميكانيكية والتي تم الانتهاء منها حديثا ضمن خطة تطوير مدينة السادات. المحطة تصرفات ادمية كلها، ما فيش صناعي، يعني دي معمولة كمرحلة أولى للتصرفات الأدمية كلها. التصرفات الثنائية بناخد 20,000 وبنروي بيهم الغابات الشجرية اللي هي عندنا حوالي 3,000 فدان مخصصة غابات شجرية في المدينة بنروي بيهم الثنائي. تم عمل لحي الفردوس هنا حوالي 4 محاولات لتغذية العمارات الموجودة في حي الفردوس، وده جايبينها من موزع الكهرباء خاصة بمرحلة عاجلة عشان السكان لما يجوا يلتقوا كل حاجة جاهزة هنا موجودة، وتم إطلاق الكهرباء في العمارات والخدمات الموجودة بالحي. في مدينة السادات حققت الدولة إنجازا في استعادة أراضي الدولة المنهوبة، وقامت بتخصيص هذه الأراضي لعمل توسعات وتطوير للمدينة من خلال بناء 14 حيا سكنيا يضم أكثر من 10,000 وحدة سكنية كاملة المرافق في كل محافظة ومدينة. أصبحت مشروعات الدولة المصرية في كل مكان بهدف تحسين حياة المواطنين للأفضل من خلال خدمات متكاملة المنتشرة في ربوعي مصر. عمرو عبد الحميد، الحاليوم. ومعنا على الهواء باشمهندس رجب سلمان رئيس جهاز مدينة السادات، برحب بحضرتك معنا يا باشمهندس، مساء الخير. اهلا بكم يا فندم، مساء الخير. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني بشكل عام فهمنا بعض العناوين كده من خلال التقرير وطبيعة الشغل والمشاريع وحتى الرقم، يعني سمعت 14 مليار جنيه مشروعات في مدينة السادات، يعني قلنا ازاي المدينة اتغيرت يا باشمهندس في البداية؟
مدينة السادات يا فندم أحدى مدن الجيل الأول لمدن هيئة المجتمعات العمرانية. مدينة السادات أنشئت سنة 1978 طبقا للقرار الجمهوري رقم 123. مدينة السادات حضرتك كما نسميها ريحانة مدن هيئة المجتمعات العمرانية. مدينة السادات المدينة الخضراء. المدينة بدأت النهاردة حضرتك فيما يقارب 40 سنة. النهاردة إجمالي الاستثمارات في المدينة دخل يعني قاربت على 15 مليار. الدولة بتسعى جاهدا دايما للتحرك على جميع مسارات التنمية في المدن الجديدة لتحقيق التنمية للمواطن والمستثمرين. احنا بنسعى جاهدين في كافة المجالات وكافة المحاور. احنا عندنا على في طب بقول لك يا باشمهندس ايه اللي كان ناقص مدينة السادات على مدار السنين اللي فاتت دي، وايه اللي اتحقق علشان يعوض الشغل اللي ما تمش؟ السادات يا فندم 121,000 فدان. تمام. السادات فيها ثلاث قطاعات. السادات من احدى قلاع مدن الصناعة في مصر. تمام. السادات على ناحية التنمية الزراعية، السادات فيها أكثر من 55,000 فدان زراعي. السادات النهاردة جاهزين بنسلم في حدود 6300 وحدة سكنية إسكان اجتماعي. جاري إنشاء 3200 وحدة سكنية، فيهم أربع عقود جاهزين بأمر الله في خلال شهر بأمر الله تعالى جاهزين للافتتاح. الطرق والمرافق والبنية التحتية مدينة السادات مكتملة الحمد لله فيما عدا جزء من التوسعات، وجاري التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية للبدء في أعمال الترفيق. عندنا احنا 30,000 قطعة سكنية، 30,000 قطعة سكنية تم تسليم، 40,000 قطعة سكنية تم تسليم 26,000 قطعة منهم، وجاري الترفيق والانتهاء من الترفيق لتسليم 16,000 قطعة. بدءا من 1/7 احنا سلمنا 2000 قطعة سكنية للسادة المواطنين الحاجزين. حضرتك على المجال التعليمي، ما في كل حي سكني في المدرسة، في الحضانة، على ما ناحية النواحي الصحية جميع الأحياء السكنية فيها وحدات صحية، في مستشفى السادات المركزي. عندنا كمان جاري تنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء مستشفى مركزي عام. من ناحية الطرق حضرتك مدينة السادات فيها أكثر من 140,000 كيلو طرق الحمد لله، يعني مدينة السادات من ناحية تخطيطية مكتملة تخطيطيا. أي شيء بينقص المواطن أو المستثمر بنسعى مع الهيئة للتخطيط وبدء في التنفيذ. احنا المناطق الصناعية بدأنا تأهيل حوالي 10 طب قبل المناطق الصناعيه انا عايز اتكلم على المشروعات الانتاجيه والصناعيه يا باشمهندس رجب، لكن على ذكر الاراضي وقطع الاراضي اللي هيتم تسليمها للمواطنين والاحياء السكنيه، حضرتك قلت لي 14 حي سكني، طبيعه يعني كنا فاهمين ان كان في تعدي كبير قوي على الاراضي في مدينه السادات وتم استرداد هذه الاراضي مره تانية، ممكن تكلمني على الملف ده والشغل اللي حصل فيه؟ حضرتك كان في اكثر من 70,000 فدان تعدي على اراضي مدينه السادات. 70,000 تم الانتهاء منهم بالكامل حاليا. 70,000 فدان يا فندم. تمام يا فندم، اتفضل. حاليا لا يوجد اي تعدي على مدينه السادات، حاليا لا يوجد اي تعدي على مدينه السادات، وتم تخطيط المدينه بالكامل 121,000 فدان، وتم اعتماد المخطط الاستراتيجي ليها، وجاري اعتماد بعض المخططات التفصيليه للمدينه في القطاعات السكنيه. طيب بالنسبه للمشروعات الصناعيه والانتاجيه بقى باشمهندس رجب، يعني كلمنا برضو ايه الاضافه اللي تمت والبنيه التحتيه والمرافق علشان المشروعات دي فعلا يكون ليها جدوى ومردود. مدينه السادات فيها 8 مناطق صناعيه. مناطق صناعيه من 1/7 دي مرفقة بالكامل، فيها 1701 مصنع، 70% من المصانع دي بتعمل، وجاري التنسيق مع الدولة المصانع اللي لا تعمل او في مشاكل معاها بننسق مع الجهات المختلفة لتشغيلها. عندنا المنطقة الصناعية التامنة جاري الانتهاء خلال الشهور بامر الله تعالى، يعني قبل ان شاء الله 31/12 هيكون تم الانتهاء من ترفيق المنطقة الصناعية التامنة وتسليمها للسادة الحاجزين. طب وبالنسبة للزراعة؟
بالنسبة للزراعة حضرتك احنا عندنا تنمية زراعية في مناطق زراعية في جنوب المدينة دي حضرتك بتعمل وبتنتج. القيمة المضافة، لان كمان مؤخرا الرئيس يمكن افتتح في مدينة السادات مشروعات للانتاج الحيواني والالبان والمجازر الالية، فكلمني برضو عن ده ومردوده ايه عند المواطن. حضرتك تم افتتاح مجمع زراعي صناعي أيوة. في حدود 1000 فدان دولة رئيس الجمهورية قام بافتتاحها مؤخرا، وهي بتنتج للدولة حاليا وتعمل بصورة جيدة، وده طبعا ده ليه مردوده على المواطن المصري وعلى الانتاج والدخل في الدولة. طيب نقطة أخيرة عشان في التقرير وحضرتك بتتكلم أنا شفت صورة لازم نتوقف قدامها، كوباية المية قبل وبعد، يعني المية كانت يعني مش مية، متقالش عليها مية الحقيقة، فكلمني برضو إيه اللي حصل في تحلية مية في معالجة. حضرتك في قطاع المرافق أيوة. احنا مدينة السادات بننتج 110 ألف متر مكعب مية يوم. مدينة السادات النهارده في احتياج، يعني احتياجها يوصل لحوالي 125 ألف. حاليا جاري طرح محطة مياه مرحلة أولى، محطة مياه سطحية 175 ألف متر مكعب يوم، ودي إن شاء الله في خلال أيام هتكون أمر الإسناد طلع بأمر الله تعالى. تمام. كده مش هيبقى في عندنا أي مشكلة في المياه لحتى سنة الهدف. مدينة السادات من ناحية قطاع الصرف في محطة معالجة 60 ألف متر مكعب، دي معالجة طبيعية. عندنا محطة معالجة ميكانيكية 40 ألف متر مكعب يوم، 20 ألف منهم معالجة ثنائية دي حضرتك للأشجار، و20 ألف متر للمسطحات الخضراء. تمام يا فندم. ودي تم الانتهاء منها وجاري أعمال الاختبار لبدء التشغيل إن شاء الله في خلال أيام. أنا عايزة بقى كلمة أخيرة من حضرتك، أهالي مدينة السادات شافوا ازاي وتابعوا ازاي الشغل اللي حصل في المدينة في الفترة اللي فاتت، انطباعهم ايه؟ حضرتك يمكن احنا في موجودين دلوقتي خلف اجمل منظر بيكون موجود في جمهورية مصر العربية. مدينة السادات احنا المواطن النهاردة بيسميها المدينة الخضراء. مدينة السادات ان شاء الله الى الامام في ظل القيادة الحكيمة الرشيدة اللي موجودة. حضرتك احنا طبقا لتعليمات معالي دولة رئيس الجمهورية بنسعى لتنمية المدينة وتطويرها ان شاء الله في كافة المجالات. مدينة السادات بأمر الله تعالى ان شاء الله في خلال شهور هتكون من اجمل مدن جمهورية مصر العربية ان شاء الله بإذنك يا رب، وبلدنا كلها ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك باشمهندس رجب سلمان رئيس جهاز مدينة السادات، بشكرك يا فندم. طبعا الرقم اللي قاله لي باشمهندس رجب حجم الاراضي اللي تم اللي كانت معتادة عليها يعني في مدينة السادات رقم مخيف، يعني 70 ألف فدان، فملف التعدي على اراضي الدولة وعلى الاراضي الزراعية وتبويرها وقفت الدولة المصرية يعني بشكل قوي وحاسم الحقيقة في الملف ده، علشان دولة قانون والأرض دي يعني دي ملك الدولة وملك يعني أجيال جاية، فما ينفعش التعدي عليها بأي حال من الأحوال. وطبعا هنا في البرنامج تابعنا موجات الإزالات وتقنين الأوضاع وإن المسألة دي ما ترجعش مرة تانية. النهاردة مثلا سيادة اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية الجديد قام باستعراض تقرير عن آخر التطورات بخصوص نتائج الأسبوع الأول من الموجة العشرين لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية. خلونا نسمع ونفهم تفاصيل أكتر. معانا على التليفون دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، برحب بحضرتك معانا دكتور خالد. مساء الخير. أهلا وسهلا أستاذة لبنى. أهلا الخير. أهلا وسهلا بحضرتك وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها يا فندم. يعني خليني أبني على كلام حضرتك. اتفضل يا فندم. أنه بالفعل يعني المحصلة خلال الأسبوع الأول من تنفيذ الموجة العشرين لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة المصرية والأراضي الزراعية، واللي انطلقت في 13 أغسطس الجاري وهتستمر على ثلاث مراحل حتى 27 أكتوبر إن شاء الله القادم، وده تنفيذا لتوجهات سيادة الرئيس بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة أي تعديات عليها، وده حرصا من فرض هيبة الدولة على أراضيها. وخليني أقول لحضرتك في إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة السيد المهندس شريف إسماعيل مساعد السيد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، يعني مع الوزير اللواء هشام أمنة، يعني
أشار إلى أن المحافظات وقوات إنفاذ القانون بالفعل يعني خلال الأسبوع الأول استردوا 1,000,000 متر مربع وما يزيد عن ذلك بعد إزالة ما يزيد عن 3,205 مبنى مخالف على أملاك وأراضي الدولة وإزالة 722 حال تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة تتجاوز 24,000 فدان. فلك أن تتخيلي حضرتك أنه ده يعني حرص من الدولة على استرداد حق الشعب. وكذلك الأمر يؤكد مع الوزير على عدم التهاون في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة واستمرار المحافظات في التنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء المهام بتاعتها حفاظ على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة. من ناحية تانية كمان في المتابعة المستمرة من سيادة الرئيس لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية طبعا ده أخذ ودى زخم كبير للمحافظات وقوات إنفاذ القانون وكافة الوزارات المعنية إلى وجود التنسيق لإزالة أي تعديات سواء كنا بنتكلم على أراضي زراعية أو مباني بالبناء أو المخالفة بالبناء أو التعدي على حرم نهر النيل. كل ده أدى طبعا إلى المتابعة المستمرة من قيادة سياسية الملف. ده بتدينا قوة كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون وإمارة الأمن إنها يعني تطبق القانون بكل الحزم والحسم في هذا الشأن. طيب الموجة الجاية أو إحنا مستهدفين إيه خلال المرحلة اللي جاية دكتور خالد؟ يعني إحنا حاليا فندم شغالين في المستهدف بتاعنا لكن خليني أقول لحضرتك كمان إن إحنا برضو بنستهدف ضمن ما نستهدف وده بشيء مهم جدا وهو الجزئية الخاصة في يعني مكافحة كمان أي تعدي في المهد. يعني لما نيجي نقول بورسعيد أزالت 48 حالة استزراع سمكي بمساحة 240 فدان ده مش شوية. برضو محافظة جنوب سيناء أزالت في المهد على أملاك الدولة عدد 39 حالة بمساحة تتجاوز 28,560 متر مربع. نحين نلاقي أن محافظة البحيرة أزالت في المهد برضو على أملاك الدولة 51 حالة تعدي تتجاوز 10,501 متر مربع. طبعا ده كل حد في حد ذاته بيأكد على أن الدولة حريصة كل الحرص أنها تحفظ هيبة الدولة على أملاكها. وفي نفس الوقت ليس محافظات الدلتا فقط لكن لو رحنا إلى الوادي الجديد هنلاقي أنه يعني لوحدها استردد ما يزيد عن 23,221 فدان. فده في حد ذاته هناك حرص شديد. نيجي بعد كده نلاقي برضو من الأهمية بمكان الشرقية نفس الشيء استردد 548 فدان. فده طبعا كلها أراضي زراعة وتخص الدولة المصرية وبالتالي إرجاعها كان من الأهمية بمكان طبعا. إن احنا نشتغل على تحقيقه. طبعا شكرا جزيلا لحضرتك على التفاصيل دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة. هنطلع لفاصل بعد الفاصل فقرتنا الأسبوعية فقرة كل يوم حد الرواد أهالينا من كبار السن ودايما بنخصص ملف نتكلم فيه. بعد الفاصل هنتكلم في التغذية العلاجية طبيعة برامج التغذية أو إيه الحاجات المفترض يتم التركيز عليها مع طبعا كبر السن والاحتياجات لو في أمراض بعينها. فهيكون معنا وهيساعدنا دكتور إسلام ياقوت استشاري التغذية العلاجية بعد الفاصل في الحياة اليوم إن شاء الله. نرحب بحضراتكم معانا مرة تانية. زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل فقرتنا الأسبوعية فقرة الرواد أهلينا من كبار السن بنخصص دايما ملف نتكلم فيه في كل أسبوع. النهاردة فكرنا في ملف التغذية مع كبار السن. بيبقى فيه يعني أمراض مصاحبة طبعا وبيبقى فيه تغذية لازم تكون مخصوصة وعناصر غذائية لازم تكون موجودة ومتكاملة. إيه طبيعة الأغذية دي؟ إيه هي البرامج؟ إزاي نقدر نحافظ على صحتنا وناكل الأكل الصح والسليم في المرحلة العمرية دي؟ عشان كده هيساعدنا النهاردة في الحياة اليوم دكتور إسلام ياقوت استشاري التغذية العلاجية. برحب بحضرتك معنا دكتور إسلام. مساء الخير أهلا بيك.
مساء النور على حضرتك، واهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. يا اهلا وسهلا دكتور اسلام. هل في سن معين محتاجين نركز على طبيعه يعني تغذيه معينه، برامج، حاجات؟ يعني قول لنا بيبقى ايه المشاكل وايه الحاجات المفترض ان احنا نمشي عليها؟ الحقيقه في السن الكبير شويه الواحد بيبقى عنده مشاكل كتير جدا فيما يتعلق بالتغذيه بسبب قله الاكل وبسبب زياده الاكل. قله الاكل بتيجي من ان الواحد بيبقى عنده حاله زهد كده، ما بيحاولش ان هو ياكل كتير، بيجي له قرفه، بيجي له نفسه مسدوده، بيحاول ان هو يتجه لاكل، يعني يدور على اكل حرش شويه، يبتدي يدور على اكل معين ويبعد عن الاكل اللي هو الطبيعي بتاعنا، ويبتدي ياكل حاجات ملهاش اي علاقه بالتغذيه السليمه. وبرضو احيانا بيبقى الواحد شهيته مفتوحه وبيحس انه عنده حته كده اللي هو الواحد ياكل بقى وخلاص، مش مهم، خلاص احنا ايه يعني عدينا، مش محتاجين حاجه، مش محتاجين وزننا يبقى كويس ولا حاجه، فياكل براحته. وبالتالي للاسف الشديد بيحصل انه بيبقى في زياده في الوزن وبيبقى في مشاكل صحيه، سواء كان من قله الاكل او من كتر الاكل. الموضوع كله بيبقى الاعتدال في كل شيء مطلوب، وتنظيم الاكل في كل شيء بيبقى مطلوب جدا، والاكل المناسب والبعد عن الاكل الغير مناسب، بس كده. طيب هل في عناصر غذائيه معينه لازم تكون متوفره في طبيعه الاكل او الشرب بالنسبه للفئه العمريه دي يا دكتور؟ الفئه العمريه دي بتبقى معرضه كتير لنقص فيتامينات بسبب الحاجات اللي انا قلت لحضرتك عليها، نقص فيتامين سي ونقص فيتامين د ونقص الكالسيوم ونقص الحديد ونقص فيتامين بي، يعني الحاجات دي كلها بتؤثر تاثير مباشر على الصحه، وبالتالي نقصها بيسبب مشاكل في الصحه. تمام. نقص فيتامين سي زي مثلا بيعمل مشاكل في يعني الاورده والاوعيه، وبيعمل مشاكل في المناعه، وبالتالي لازم الواحد ياكل خضار كتير وياكل فواكه كتير، واخص من الخضار الحاجات اللي زي الفلفل الاخضر والخضروات بصفه عامه، والفواكه زي الجوافه زي البرتقال زي يعني الليمون والحمضيات، وكذلك فيتامين د بقى اللي هو ده مهم جدا يعني لصحه العظام. احنا كتير جدا من عندنا مشاكل في العظام، وعندنا مشاكل في يعني الكالسيوم اللي في العظم بيبقى ضعيف شويه، وده ما يطلق عليه بهشاشه العظام بسبب ان كبار السن للاسف الشديد ان هم ما بيتعرضوش لشمس كتير، وزي ما قلت قبل كده ان هم ما بياكلوش اكل كتير، وبالتالي بيبعدوا عن الكالسيوم. الكالسيوم بيبقى موجود في الجبنه، موجود في البيض، موجود في اللبن، والحاجات دي ضروريه جدا. برضه فيتامينات اخرى زي فيتامين اي اللي هو الفيتامين اللي بيبقى موجود في زيت الزيتون، وناس انا بنصح الناس كلها بانها تاكل زيت زيتون او تستخدم زيت الزيتون في كل انواع الاكل بتاعها حتى في الطبخ، لان كان في كلام على ان هو الطبخ بزيت الزيتون بيبقى مش كويس. لا، الحقيقه زيت الزيتون البكر الطبخ بيه كويس جدا ويستحمل درجه حراره عاليه. في حاجات اخرى زي مثلا نقص المغنيسيوم ونقص حاجات كتيره جدا، ولها علاقه كلها تدور في فلك واحد، وهو ان الواحد ياكل خضروات كتير، ياكل فواكه. طب بقول لك ايه يا دكتور اسلام، ما هو البعض بقى اللي يقول لحضرتك ايه، انا خلاص الكلام ده برده بيعمل لي مشاكل ومش قادر، طب انا مكملات غذائيه وخلاص، فيتامينات، وعوض كل النقص ده بالفيتامينات والادويه، الكلام ده صح؟ كلام حضرتك سليم، والناس كلها بتلجأ لكده، يعني متناسين ان مفيش حاجه احسن من اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها وحطها في غذائنا. مش محتاجين ابدا ان احنا ناخد فيتامينات امتصاصها مش هيكون زي الطبيعي ابدا، ولا القيمه الغذائيه هتبقى زي ما بيقولوا موجوده في كبسولات زي الحاجات دي، غير ان في حاجات موجوده في الفواكه والخضروات مش ممكن ابدا يطلعوها ويستخلصوها ويحطوها بالفيتامينات مهما كانت جودتها، غير ان احنا بنستخدم فيتامينات وسوء تخزينها وغيره وغيره، وبالتالي لا يوجد احسن ولا اجمل ولا افيد من الطبيعي. طيب بس برضو عندنا مشكلة تانية، ان اهالينا يقولك ايه، يعني في طبعا بيبقى مشاكل ضغط، سكر، انيميا، كوليسترول عالي، قولون، فيقولك ايه الاكل ده بيعمل لي مشاكل ويتعبني، فايه المحاذير او نعمل ايه؟ هو اهم حاجة ان الواحد بالنسبة زي ما حضرتك قلتي المريض السكر ان هو يخلي باله من الفواكه اللي فيها سكريات كتير. الفواكه مفيدة وكل حاجة، بس الافراط فيها بيبقى مشكلة. يبعد عن العيش او الدقيق الابيض، ويستخدم الدقيق الاسمر او العيش البلدي العادي. تمام. ياخد الحاجات اللي فيها الياف وفيها حبة كاملة، زي يستبدل الرز مثلا بالفريك اللي احنا بناكله كلنا، ممكن يستبدله وياكل مثلا زي ما قلت ان هو ياكل خضروات وفواكه وكل حاجه، ويقلل من اللحوم والحاجات اللحوم الحمراء اللي بيبقى فيها دهون وبيبقى فيها دهون مشبعه عاليه، ويبعد عن الالبان الدسمه والاجبان الدسمه،
والاجبان كمان اللي بيبقى فيها يعني املاح كتير مثلا زي الجبنه القديمه والحاجات دي، ويستبدلها بالجبن الملح الخفيف. الكلام ده لمريض السكر ولمريض الضغط، ويخلوا باله دايما انه لما الواحد بياكل كتير وخاصه في المناسبات، لان دايما اهالينا كبار السن دايما بيستخدموا او بياكلوا بيقبلوا على الاكل اكتر في المناسبات، وده اللي بيسبب لهم مشاكل صحيه كتيره جدا من سمنه البطن، لان سمنه البطن دي مرتبطه تقريبا بحوالي 150 مرض من الامراض اللي بتجيلنا، وبنحاول ان احنا نبعد عنها، وبالتالي ان احنا نبعد عن سمنه البطن او نتجنب سمنه البطن بالاكل المعتدل، بالاكل اللي فيه الياف كتير، بالخضروات والفواكه، بتنظيم مواعيد الوجبات، اكيد ان هو هيكون له فايده لينا وهيقلل سمنه البطن، وخاصه الاكل في المساء. يعني الواحد ياكل خفيف بالليل زي ما بنقول ان احنا ننام خفاف، افضل من ان احنا نتقل الاكله الوجبه الاساسيه بتاعتنا تبقى بالليل وناكلها وننام على طول. ده بالنسبه للامراض بصفه عامه يعني، وخاصه زي ما قلت حضرتك الامراض السكر والضغط، لان دول اكتر حاجه بتقابلنا او اهالينا بيشتكوا منها في الفتره دي. يعني نقدر نقول انها قاعده عامه كل حضرتك ذكرتها، ولا كل حد يعني ليه خصوصيه، او لو عنده امراض بعينها يراجع دكتور ويبقى مع استشاره التغذيه يقول له والله انت عندك كذا فتبعد عن كذا في بدائل؟ هي قاعده عامه يعني للكبار وللصغيرين، ولكن الكبار دايما بنحاول ان احنا نعمل ستريس عليها، لان الكبير زي ما قلت لحضرتك بيبقى عنده حاله زهد في الحياه، وبيحاول ان هو بيبقى احيانا بيبقى عندهم لا مبالاه، بيتجهوا مثلا لحاجه زي المخللات والحاجات اللي هي الحريفه اللي ممكن انها تاثر سلبا على الضغط وبتاثر على الاملاح، ممكن تاثر عليهم وعلى جسمهم، وممكن تعمل لهم يعني مشاكل صحيه كتيره جدا، وفي نفس الوقت بيبعدوا عن الاكل الطبيعي وبيتجهوا للمخبوزات، الحاجات الصغيره اللي بتتحط في علب دي، ويقعدوا يتناولوا منها كده كل شويه لانها حاجات دمها خفيف وطعمها حلو. بس ما انت عندك مشكله برضو يا دكتور ان يقول لك ايه مثلا انا السنان يعني سناني مش زي الاول، فهاكل ايه والكلام ده صعب عليا. البليله مثلا من الحاجات المنسيه اللي الناس بدات انها تبعد عنها، لكن في نفس الوقت هي عباره عن حبه كامله وفيها يعني كل الغذاء المطلوب، وفيها فيتامينات وفيها حديد وفيها كل حاجه كويسه، وفي نفس الوقت سهله الهضم وسهله الايه التناول، مش محتاجه سنان ولا اي حاجه. والحاجات زي ما قلت لحضرتك قبل كده الفواكه والخضار، حتى لو احنا عملنا لهم بالسز او لو احنا ضربناهم في حاجه واكلناهم، عملناهم مثلا على شكل زبادي، خلطناهم مع الزبادي وحطيناهم في الفريزر شويه يبقوا عامله زي الايس كريم، حاجات كلها سهله، وفي نفس الوقت الافكار دي موجوده وفي متناول اليد، ومش محتاجه ان الواحد يجيبها ولا يعني ايه يدفع فلوس كتير فيها، لكن في نفس الوقت كلها صحه والكل يعني الاعمار، مش بس حتى الكبير، لكن الكبير دايما ان احنا بننصحه بكده، لان مشاكله الصحيه متعلقه تعلق مباشر بموضوع الغذاء، واهم حاجه عندهم الغذاء يعني في تنظيم الوجبات بتاعتهم، علشان الواحد ما ينساش بقى عشاء، ما ينساش غدا. حضرتك عارفه انه لازم ان هم ياكلوا كميه بروتينات معينه، لو ما دخلتش جسمهم ممكن الواحد يحصل معاه مشاكل في انه يحصل له هزال او العضلات بتاعته تضعف، وبالتالي يعاني صحيا ويعاني المفاصل بتاعته تبقى وجعاه ومش قادر يتحرك. كل الحاجات دي يعني ايه بتبقى نظره عامه، وفي نفس الوقت بتبقى مخصوص لكل حاله، كل حاله بقى بالنسبه لهم. انا بالنسبه لي بشتغل بالطريقه دي بان انا كل حاله ولها الاسلوب بتاعها، لان في مشاكل زي ما حضرتك ذكرتي، امراض كتيره جدا بتتعارض مع اكل معين، امراض كتيره جدا بنبقى محتاجين ناكلهم اكل بطريقه معينه وبوجبات معينه. طيب على ذكر الوجبات المعينه، حضرتك قلت لي وجبه العشاء دي تبقى حاجه خفيفه خالص، احنا بنتكلم في ثلاث وجبات رئيسيه والعشاء خفيف، ولا وجبات صغيره واكثر من مره في اليوم؟ يعني الاصل في الموضوع هو وجبتين، هو دايما الكبار ما بيبقاش عندهم ميل للعشاء، او بيبقى عندهم محتاجين ان هم يستبدلوا العشاء بالحلويات، طبعا دي نحاول ان احنا نتجنبها قدر المستطاع. هم بياكلوا فطار كويس ممكن، خاصه ان هم ممكن يقوموا مثلا متاخر شويه بعد ما يصلوا الفجر ويناموا، ياخدوا وجبه غدا كويسه جدا لانه ممكن يكون في اجتماع لافراد الاسره عليها، وبالتالي بيبقى شهيتهم كويسه فيها، انما وجبه العشاء دايما بينسوها، لا المفروض ان هم ياكلوا ولو حتى زبادي وفاكهه يعني بكميه معقوله، لان ضروري جدا وجبه العشاء ان هو ياكلها، لان الكبير بيبقى معرض ان عضلاته تتكسر خلال يعني فتره النوم اكتر من الصغير، وبالتالي لازم يبقى في وجبه عشاء ولو خفيفه وتكون مفيده وفي نفس الوقت مغذيه وفيها كميه البروتين اللي الجسم محتاجها. طيب الميه يا دكتور اسلام، طبعا الميه مهمه لكل الاعمار ولكل الناس، بس هل لكبار السن يعني جرعه معينه من الميه، كم معين، اهميه الميه بالنسبه لهم ايه؟ الميه بالنسبه لكل الكائنات الحيه، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وبالتالي الميه هي
اللي بتضمن ان الجسم يبقى شغال في حيويه طول اليوم من غير اي مشاكل. وبالتالي طبعا عشان الكلى احنا عندنا 2 كليتين، لو احنا صبحنا على كل كليه الصبح بكوبايه كده هنغسلها وهنغسل الشوائب اللي فيها، وبالتالي هتبقى حاجه كويسه جدا لراحتها يعني، وتؤدي وظيفتها بطريقه كويسه جدا. وفي نفس الوقت الميه بتساعد على ان الواحد ما يحصلوش، لان انت عارفه ان السن الكبير يبقى عنده امساك كتير جدا، وبالتالي الميه بتساعد على ان الامساك ما يبقاش موجود وصاهر. فالميه طول اليوم، المحتوى بتاعها طبعا في الصيف بيبقى اكتر من الشتاء، محتاجينها اكتر من الشتاء عشان بنفقد ميه كتير في العرق، بيبقى متوسط من 2 لـ3 لتر في اليوم لو قدرنا ان احنا نشربهم. هم الكبار الى حد ما عندهمش مشكله، في اللي بينسى الميه، لكن لو هم كل واحد بيبقى عنده ازازته كده المخصوصه يحاول ان هو يشرب منها، الازازه بتبقى حوالي 600 مللي، لو شربنا منها 4 في اليوم يبقى حاجه كويسه جدا ومفيده قوي. يا ريت والله كلنا نعمل كده، انا فعلا كلنا بننسى الميه وبنستعيد عنها باي حاجه نشربها، حاجه سخنه، عصير، الكلام ده كله، بس ما فيش غنى وما فيش بديل عن الميه، لازم الميه في صورتها اللي هي كده يعني. بالظبط كده، بالظبط كده. طيب، كلمه اخيره يا دكتور اسلام، يعني تحب تقول ايه بقى كنصيحه اخيره وشامله لاهالينا؟ والله انا النصيحه هي الصم اللي احنا قلناه ده كله، ناكل خضروات كويسه جدا، ناكل الخضروات، نهتم بالخضروات الداكنه، نحاول نقلل الاعتماد على المخللات والحاجات دي قدر المستطاع، والتوابل الزياده. تمام. ناخد زيت زيتون، ناكل فواكه بكميات محسوبه من 3 إلى 5 ثمرات في اليوم، نبعد عن الفواكه اللي فيها سكريات كتير لو احنا عندنا مشاكل في السكر او لو عندنا سمنه. نحاول ان احنا نستبدل الاكل اللي هو الدقيق الابيض بالدقيق اللي هو الحبه الكامله، او العيش العيش اللي هو البلدي بتاعنا عادي خالص، نحاول ندخل الفريك، ندخل البرغل، ندخل الحاجات اللي هي كلها يعني الياف، نحاول ان احنا ناكل 3 وجبات، وجبه منهم خفيفه اللي هي وجبه العشاء بس، ما نحاولش ان احنا ننساها، وقدر المستطاع ان احنا نبعد عن الحلويات والمقليات، لان هي دي اصل المشاكل في السن الكبير وفي السن الصغير. صحيح، عند حضرتك حق، كل الشكر والتحية لحضرتك يا فندم. شكرا جزيلا دكتور إسلام ياقوت، استشاري التغذية العلاجية، شرفتنا ونورتنا يا دكتور، بشكرك. خلينا نطلع لفاصل، بعد الفاصل نرجع لحضراتكم ونكمل كلام. نرحب بحضراتكم معانا مرة تانية، زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل، فقرتنا الأسبوعية فقرة الرواد أهلينا من كبار السن، بنخصص دايما ملف نتكلم فيه في كل أسبوع. النهاردة فكرنا في ملف التغذية مع كبار السن، بيبقى فيه يعني أمراض مصاحبة طبعا، وبيبقى فيه تغذية لازم تكون مخصوصة وعناصر غذائية لازم تكون موجودة ومتكاملة. إيه طبيعة الأغذية دي؟ إيه هي البرامج؟ إزاي نقدر نحافظ على صحتنا وناكل الأكل الصح والسليم في المرحلة العمرية دي؟ عشان كده هيساعدنا النهاردة في الحياة اليوم دكتور إسلام ياقوت، استشاري التغذية العلاجية. برحب بحضرتك معنا دكتور إسلام، مساء الخير، أهلا بيك. مساء النور على حضرتك، وأهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. يا أهلا وسهلا دكتور إسلام. هل في سن معين محتاجين نركز على طبيعة يعني تغذية معينة، برامج، حاجات، يعني قول لنا بيبقى إيه المشاكل وإيه الحاجات المفترض أن احنا نمشي عليها؟ الحقيقة في السن الكبير شوية الواحد بيبقى عنده مشاكل كتير جدا فيما يتعلق بالتغذية، بسبب قلة الأكل وبسبب زيادة الأكل. قلة الأكل بتيجي من إن الواحد بيبقى عنده حالة زهد كده، ما بيحاولش إن هو ياكل كتير، بيجيله قرفة، بيجيله نفسه مسدودة، بيحاول إن هو يتجه لأكل يعني يدور على أكل حرش شوية، يبتدي يدور على أكل معين ويبعد عن الأكل اللي هو الطبيعي بتاعنا، ويبتدي ياكل حاجات ملهاش أي علاقة بالتغذية السليمة. وبرضو أحيانا بيبقى الواحد شهيته مفتوحة وبيحس أنه عنده حتة كده اللي هو الواحد يأكل بقى وخلاص، مش مهم، خلاص إحنا إيه يعني عدينا، مش محتاجين حاجة، مش محتاجين وزننا يبقى كويس ولا حاجة، فيأكل براحته. وبالتالي للأسف الشديد بيحصل أنه بيبقى فيه زيادة في الوزن وبيبقى فيه مشاكل صحية، سواء كان من قلة الأكل أو من كتر الأكل. الموضوع كله بيبقى الاعتدال في كل شيء مطلوب، وتنظيم الاكل في كل شيء بيبقى مطلوب جدا، والاكل المناسب والبعد عن الاكل الغير مناسب، بس كده. طيب، هل في عناصر غذائيه معينه لازم تكون متوفره في طبيعه الاكل او الشرب بالنسبه للفئه العمريه دي يا دكتور؟ الفئه العمريه دي بتبقى معرضه كتير لنقص فيتامينات بسبب الحاجات اللي انا قلت لحضرتك عليها، نقص فيتامين سي، ونقص فيتامين د، ونقص الكالسيوم، ونقص الحديد، ونقص فيتامين بي، يعني الحاجات دي كلها بتؤثر تاثير مباشر على الصحه،
وبالتالي نقصها بيسبب مشاكل في الصحه. تمام. نقص فيتامين سي زي مثلا بيعمل مشاكل في يعني الاورده والاوعيه وبيعمل مشاكل في المناعه، وبالتالي لازم الواحد ياكل خضار كتير وياكل فواكه كتير، واخص من الخضار الحاجات اللي زي الفلفل الاخضر والخضروات بصفه عامه، والفواكه زي الجوافه زي البرتقال زي يعني الليمون والحمضيات، وكذلك فيتامين د بقى اللي هو ده مهم جدا يعني لصحه العظام. احنا كتير جدا من عندنا مشاكل في العظام وعندنا مشاكل في يعني الكالسيوم اللي في العظم بيبقى ضعيف شويه، وده ما يطلق عليه بهشاشه العظام بسبب ان كبار السن للاسف الشديد ان هم ما بيتعرضوش لشمس كتير، وزي ما قلت قبل كده ان هم ما بياكلوش اكل كتير، وبالتالي بيبعدوا عن الكالسيوم. الكالسيوم بيبقى موجود في الجبنه، موجود في البيض، موجود في اللبن، والحاجات دي ضروريه جدا. برضه فيتامينات اخرى زي فيتامين اي اللي هو الفيتامين اللي بيبقى موجود في زيت الزيتون، وناس انا بنصح الناس كلها بانها تاكل زيت زيتون او تستخدم زيت الزيتون في كل انواع الاكل بتاعها حتى في الطبخ، لان كان في كلام على ان هو الطبخ بزيت الزيتون بيبقى مش كويس. لا، الحقيقه زيت الزيتون البكر الطبخ بيه كويس جدا ويستحمل درجه حراره عاليه. في حاجات اخرى زي مثلا نقص المغنيسيوم ونقص حاجات كتيره جدا، ولها علاقه كلها تدور في فلك واحد، وهو ان الواحد ياكل خضروات كتير، ياكل فواكه. طب بقول لك ايه يا دكتور اسلام، ما هو البعض بقى اللي يقول لحضرتك ايه، انا خلاص الكلام ده برده بيعمل لي مشاكل ومش قادر، طب انا مكملات غذائيه وخلاص فيتامينات وعوض كل النقص ده بالفيتامينات والادويه، الكلام ده صح؟ كلام حضرتك سليم، والناس كلها بتلجأ لكده يعني متناسين ان مفيش حاجه احسن من اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها وحطها في غذائنا. مش محتاجين ابدا ان احنا ناخد فيتامينات امتصاصها مش هيكون زي الطبيعي ابدا، ولا القيمه الغذائيه هتبقى زي ما بيقولوا موجوده في كبسولات زي الحاجات دي، غير ان في حاجات موجوده في الفواكه والخضروات مش ممكن ابدا يطلعوها ويستخلصوها ويحطوها في الفيتامينات مهما كانت جودتها، غير ان احنا بنستخدم فيتامينات وسوء تخزينها وغيره وغيره، وبالتالي لا يوجد احسن ولا اجمل ولا افيد من الطبيعي. طيب بس برضو عندنا مشكلة تانية، ان اهالينا يقولك ايه، يعني في طبعا بيبقى مشاكل ضغط، سكر، انيميا، كوليسترول عالي، قولون، فيقولك ايه الاكل ده بيعمل لي مشاكل ويتعبني، فايه المحاذير او نعمل ايه؟ هو اهم حاجه ان الواحد بالنسبه زي ما حضرتك قلتي المريض السكر ان هو يخلي باله من الفواكه اللي فيها سكريات كتير. الفواكه مفيده وكل حاجه، بس الافراط فيها بيبقى مشكله. يبعد عن العيش او الدقيق الابيض ويستخدم الدقيق الاسمر او العيش البلدي العادي. تمام. ياخد الحاجات اللي فيها الياف وفيها حبه كامله، زي يستبدل الرز مثلا بالفريك اللي احنا بناكله كلنا، ممكن يستبدله وياكل مثلا زي ما قلت ان هو ياكل خضروات وفواكه وكل حاجه، ويقلل من اللحوم والحاجات اللحوم الحمراء اللي بيبقى فيها دهون وبيبقى فيها دهون مشبعه عاليه، ويبعد عن الالبان الدسمه والاجبان الدسمه والاجبان كمان اللي بيبقى فيها يعني املاح كتير مثلا زي الجبنه القديمه والحاجات دي، ويستبدلها بالجبن الملح الخفيف. الكلام ده لمريض السكر ولمريض الضغط، ويخلوا باله دايما انه لما الواحد بياكل كتير وخاصه في المناسبات، لان دايما اهالينا كبار السن دايما بيستخدموا او بياكلوا بيقبلوا على الاكل اكتر في المناسبات، وده اللي بيسبب لهم مشاكل صحيه كتيره جدا من سمنه البطن، لان سمنه البطن دي مرتبطه تقريبا بحوالي 150 مرض من الامراض اللي بتجيلنا وبنحاول ان احنا نبعد عنها، وبالتالي ان احنا نبعد عن سمنه البطن او نتجنب سمنه البطن بالاكل المعتدل، بالاكل اللي فيه الياف كتير، بالخضروات والفواكه، بتنظيم مواعيد الوجبات، اكيد ان هو هيكون له فايده لينا وهيقلل سمنه البطن، وخاصه الاكل في المساء. يعني الواحد ياكل خفيف بالليل زي ما بيقول ان احنا ننام خفاف افضل من ان احنا نتقل الاكله الوجبه الاساسيه بتاعتنا تبقى بالليل وناكلها وننام على طول. ده بالنسبه للامراض بصفه عامه يعني، وخاصه زي ما قلت حضرتك الامراض السكر والضغط، لان دول اكتر حاجه بتقابلنا او اهالينا بيشتكوا منها في الفتره دي. يعني نقدر نقول انها قاعده عامه كل حضرتك ذكرتها، ولا كل حد يعني ليه خصوصيه، او لو عنده امراض بعينها يراجع دكتور ويبقى مع استشاره تغذيه يقول له والله انت عندك كذا فتبعد عن كذا في بدائل؟ هي قاعده عامه يعني للكبار وللصغيرين، ولكن الكبار دايما بنحاول ان احنا نعمل ستريس عليها، لان الكبير زي ما قلت لحضرتك بيبقى عنده حاله زهد في الحياه، وبيحاول ان هو بيبقى احيانا بيبقى عندهم لا مبالاه، بيتجهوا مثلا لحاجه زي المخللات والحاجات اللي هي الحريفه اللي ممكن انها تاثر سلبا على الضغط وبتاثر على الاملاح، ممكن تاثر عليهم وعلى جسمهم،
وممكن تعمل لهم يعني مشاكل صحيه كتيره جدا، وفي نفس الوقت بيبعدوا عن الاكل الطبيعي وبيتجهوا للمخبوزات، الحاجات الصغيره اللي بتتحط في علب دي، ويقعدوا يتناولوا منها كده كل شويه لانها حاجات دمها خفيف وطعمها حلو. بس ما انت عندك مشكله برضو يا دكتور ان يقول لك ايه مثلا، انا السنان يعني سناني مش زي الاول، فهاكل ايه والكلام ده صعب عليا. البليله مثلا من الحاجات المنسيه اللي الناس بدات انها تبعد عنها، لكن في نفس الوقت هي عباره عن حبه كامله وفيها يعني كل الغذاء المطلوب وفيها فيتامينات وفيها حديد وفيها كل حاجه كويسه، وفي نفس الوقت سهله الهضم وسهله الايه التناول، مش محتاجه سنان ولا اي حاجه. والحاجات زي ما قلت لحضرتك قبل كده، الفواكه والخضار حتى لو احنا عملنا لهم بالسز او لو احنا ضربناهم في حاجه واكلناهم، عملناهم مثلا على شكل زبادي، خلطناهم مع الزبادي وحطناهم في الفريزر شويه، يبقوا عامله زي الايس كريم. حاجات كلها سهله، وفي نفس الوقت الافكار دي موجوده وفي متناول اليد، ومش محتاجه ان الواحد يجيبها ولا يعني ايه يدفع فلوس كتير فيها، لكن في نفس الوقت كلها صحه والكل يعني الاعمار، مش بس حتى الكبير، لكن الكبير دايما ان احنا بننصحه بكده لان مشاكله الصحيه متعلقه تعلق مباشر بموضوع الغذاء، واهم حاجه عندهم الغذاء يعني في تنظيم الوجبات بتاعتهم، علشان الواحد ما ينساش بقى عشاء، ما ينساش غدا. حضرتك عارفه انه لازم ان هم ياكلوا كميه بروتينات معينه، لو ما دخلتش جسمهم ممكن الواحد يحصل معاه مشاكل في انه يحصل له هزال او العضلات بتاعته تضعف، وبالتالي يعاني صحيا ويعاني المفاصل بتاعته تبقى وجعاه ومش قادر يتحرك. كل الحاجات دي يعني ايه بتبقى نظره عامه، وفي نفس الوقت بتبقى مخصوص لكل حاله. كل حاله بقى بالنسبه لهم، انا بالنسبه لي بشتغل بالطريقه دي بان انا كل حاله ولها الاسلوب بتاعها، لان في مشاكل زي ما حضرتك ذكرتي، امراض كتيره جدا بتتعارض مع اكل معين، امراض كتيره جدا بنبقى محتاجين ناكلهم اكل بطريقه معينه وبوجبات معينه. طيب على ذكر الوجبات المعينه، حضرتك قلت لي وجبه العشاء دي تبقى حاجه خفيفه خالص، احنا بنتكلم في ثلاث وجبات رئيسيه والعشاء خفيف، ولا وجبات صغيره واكثر من مره في اليوم؟ يعني الاصل في الموضوع هو وجبتين، هو دايما الكبار ما بيبقاش عندهم ميل للعشاء، او بيبقى عندهم محتاجين ان هم يستبدلوا العشاء بالحلويات، طبعا دي نحاول ان احنا نتجنبها قدر المستطاع. هم بياكلوا فطار كويس ممكن، خاصه ان هم ممكن يقوموا مثلا متاخر شويه بعد ما يصلوا الفجر ويناموا، بياخدوا وجبه غدا كويسه جدا لانه ممكن يكون في اجتماع لافراد الاسره عليها، وبالتالي بيبقى شهيتهم كويسه فيها، انما وجبه العشاء دايما بينسوها، لا المفروض ان هم ياكلوا ولو حتى زبادي وفاكهه يعني بكميه معقوله، لان ضروري جدا وجبه العشاء ان هو ياكلها، لان الكبير بيبقى معرض ان عضلاته تتكسر خلال يعني فتره النوم اكتر من الصغير، وبالتالي لازم يبقى في وجبه عشاء ولو خفيفه وتكون مفيده وفي نفس الوقت مغذيه وفيها كميه البروتين اللي الجسم محتاجها. طيب الميه يا دكتور اسلام، طبعا الميه مهمه لكل الاعمار ولكل الناس، بس هل لكبار السن يعني جرعه معينه من الميه، كم معين، اهميه الميه بالنسبه لهم ايه؟ الميه بالنسبه لكل الكائنات الحيه، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وبالتالي الميه هي اللي بتضمن ان الجسم يبقى شغال في حيويه طول اليوم من غير اي مشاكل. وبالتالي طبعا عشان الكلى احنا عندنا 2 كليتين، لو احنا صبحنا على كل كليه الصبح بكوبايه كده هنغسلها وهنغسل الشوائب اللي فيها، وبالتالي هتبقى حاجه كويسه جدا لراحتها يعني، وتؤدي وظيفتها بطريقه كويسه جدا. وفي نفس الوقت الميه بتساعد على ان الواحد ما يحصلوش، لان انت عارفه ان السن الكبير يبقى عنده امساك كتير جدا، وبالتالي الميه بتساعد على ان الامساك ما يبقاش موجود وصاهر. فالميه طول اليوم، المحتوى بتاعها طبعا في الصيف بيبقى اكتر من الشتاء، محتاجينها اكتر من الشتاء عشان بنفقد ميه كتير في العرق، بيبقى متوسط من 2 لـ3 لتر في اليوم لو قدرنا ان احنا نشربهم. هم الكبار الى حد ما ما عندهمش مشكله، في اللي بينسى الميه، لكن لو هم كل واحد بيبقى عنده ازازته كده المخصوصه يحاول ان هو يشرب منها، الازازه بتبقى حوالي 600 مللي، لو شربنا منها 4 في اليوم يبقى حاجه كويسه جدا ومفيده قوي. يا ريت والله كلنا نعمل كده، انا فعلا كلنا بننسى الميه وبنستعيد عنها باي حاجه نشربها، حاجه سخنه، عصير، الكلام ده كله، بس مفيش غنى ومفيش بديل عن الميه، لازم الميه في صورتها اللي هي كده يعني. بالظبط كده، بالظبط كده. طيب. كلمه اخيره يا دكتور اسلام، يعني تحب تقول ايه بقى كنصيحه اخيره وشامله لاهالينا؟ والله انا النصيحه هي الصم اللي احنا قلناه ده كله، ناكل خضروات كويسه جدا، ناكل الخضروات، نهتم بالخضروات الداكنه، نحاول نقلل الاعتماد على المخللات والحاجات دي قدر المستطاع، والتوابل الزياده ناخد زيت زيتون، ناكل فواكه بكميات محسوبه من 3 إلى 5 ثمرات في اليوم، نبعد عن الفواكه اللي فيها سكريات كتير لو احنا عندنا مشاكل في السكر او لو عندنا سمنه،
نحاول ان احنا نستبدل الاكل اللي هو الدقيق الابيض بالدقيق اللي هو الحبه الكامله او العيش العيش اللي هو البلدي بتاعنا عادي خالص. نحاول ندخل الفريك، ندخل البرغل، ندخل الحاجات اللي هي كلها يعني الياف. نحاول ان احنا ناكل ثلاث وجبات، وجبه منهم خفيفه اللي هي وجبه العشاء بس، ما نحاولش ان احنا ننساها. وقدر المستطاع ان احنا نبعد عن الحلويات والمقليات، لان هي دي اصل المشاكل في السن الكبير وفي السن الصغير. صحيح، عند حضرتك حق. كل الشكر والتحية لحضرتك يا فندم. شكرا جزيلا دكتور اسلام ياقوت، استشاري التغذية العلاجية، شرفتنا ونورتنا يا دكتور، بشكرك. خلينا نطلع لفاصل، بعد الفاصل نرجع لحضراتكم ونكمل كلام. بنرحب بحضراتكم معانا مرة تانية، وزي ما كنا بنتابع من شوية الحدث الجميل المبهر الحمد لله اللي توفرت فيه كل عوامل النجاح، مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وما زالت الريادة والتقدم الحمد لله كل يوم. يعني الحدث المهرجان وقناة الحياة بيتصدروا الترند، ودي دلالة وشهادة انه ده يعني الجمهور المصري اللي بيتذوق الفن واللي متعطش انه يسمع حاجة حلوة، غنى جميل ولحن حلو واجواء كمان جميلة حقيقة ومبهرة. مكان اختيار طبعا القلعة وفي الهواء الطلق، والجمهور المصري، العيلة المصرية اللي بتروح عايزة تستمتع. كمان التوليفة اللي شفناها من خلال المهرجان، ولسه على مدار الأيام اللي جاية طبعا لغاية يوم 31 أغسطس كل يوم حفلة. التوليفة بقى جميلة ومتكاملة، اللي بتجمع بقى ما بين الفنانين الشباب صغيرين والنجوم الكبار اللي ليهم طبعا باع وخبرة طويلة، الغنى القديم أو الأعمال القديمة واللي بيتم إحيائها مرة تانية والناس حابة تسمعها مع الأغاني الجديدة، بس الحفاظ على الهوية المصرية والذوق الراقي. فالحقيقة مهرجان القلعة وحفلة امبارح كمان، والنجم مدحت صالح طبعا زي ما بقول لحضرتكم، كان مدحت صالح ترند وقناة الحياة ترند، وزي ما بقول لكم ده بيفهمنا وبيعرفنا يعني ايه قوة مصر الناعمة، ويعني ايه الفن الجميل والفن الأصيل، وان الشعب المصري متذوق وعايز يسمع اكتر واكتر. النهاردة معادنا مع حفلة جديدة يوم جديد، وهيكون فيها الفنانة المتميزة نسمة عبد العزيز، وطبعا احنا عارفين يعني نسمة البنوتة الجميلة مع آلتها المريمبا، واخترت يعني عدد كبير من الألحان وأعادت توزيعها وصياغتها بقى الحاجات القديمة والحاجات الجديدة ومختارات عالمية كمان. وهيكون في عندنا طبعا عدد كبير من الفنانين، الفنان مصطفى حجاج وفرقته، دول هيكونوا لأول مرة في مهرجان القلعة. معانا كلام كتير ولقاءات كمان، وزميلتنا أميرة العدلي الحقيقة مغطية الحدث وعمالة تعمل لنا لقاءات طبعا على هامش المهرجان مع الجمهور اللي موجود، وطبعا مع كمان الفنانين. مش عايزة أنسى كمان لأن الحفلة بتتابعها زميلتي أميرة العدلي و آية الغرياني، الاثنين الحقيقة ليهم كل التحية والتقدير على الشغل والمجهود اللي عاملينه في تغطية فعاليات مهرجان القلعة. زميلتي العزيزة بقى أميرة العدلي كانت عاملة امبارح لقاء مع الفنان والنجم الكبير مدحت صالح، وأنا عارفة إنه أكيد ده هيكون موجود في البرنامج عندهم، بس إحنا كده خدنا جزء من اللقاء هذيعه على حضراتكم، ونرجع نتكلم تاني عن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء. نجوم يعني عادة ما بنقدرش نطولهم، لكن النهاردة حضرتك كنت ما بيننا، فحقيقة يعني بجد احنا مبسوطين بوجود حضرتك معنا. الله يخليك، انا اللي اسعد. سريعا كده، ايه رأي حضرتك في التنظيم وقد ايه المهرجان بيعني ليك؟ شوفي انا يعني هو يعني احنا كل سنة بيبقى فيه تطور، بس هو الشكل العام انه بيبقى فيه تنظيم كويس في كل سنة، وهو الجديد المرة دي ان الحياة هي اللي بتغطي المهرجان. وتحية لكل العاملين في الحياة مني ومن فرقتي الموسيقية. وعايز انوه لحضرتك كمان انه النهاردة الحفلة ترند. حفلة حضرتك يمكن كان في ترند الاول الاستاذ علي الحجار وحضرتك النهاردة. فيعني اعتقد ان ده نجاح كبير جدا كمان للمشاهدين اللي بيشوفونا على التلفزيون. ما كانش ليا حظ ان انا احضر حفلة الاستاذ علي. لكن هتابع بقى بعد كده كل الحاجات، تابع وتشوف بقى الترند إن شاء بقى الله. والحاجات إن شاء الله. سريعا كده، اي جديد عند حضرتك بتقدمه الفتره اللي جايه؟ يعني انا بقى بحاول النهارده، قدمت لهم يعني ثلاث حاجات جداد او حاجة يعني سمعنا. لحظه تاريخيه، وقدمت لهم نورتي قلبي وقدمت يتقال، كل ده من الجديد، ووردي، كل ده من الحاجات الجديده. من الجديد كتمثيل بقى
التمثيل فين التمثيل؟ لا احنا لسه مخلصين من فترة قريبة اللي هو الجزء الثالث من ابو العروسة. فانا كمان يعني ناخد راحة شوية ونغني الناس يعني توحشتنا فين؟ لا لما يعني ان شاء الله لو في فرصة كويسة ان شاء الله يبقى خير. يمكن انا كنت منتظرة اغنية واحدة اسمها بقى يعني، لو كنت قلت لي كنت خليت المايسترو عزفها لي. بس عايز اقول لك بس عمال اشاور بس مش مشكله. اوعدك المره الجايه اعمل حسابي ان شاء الله. الله نورتنا وشرفتنا وحسب حضرتك قد ايه رهقت يعني على الستيج. الله يخليك. بس احنا دايما يعني بنوعد وبنوفي ووعدنا المشاهدين ان حضرتك تبقى معانا. اشكرك جدا على هذا اللقاء. انا اللي اشكرك وتحياتي ليكي ولكل الناس اللي موجودين كلهم بيسقفوا لحضرتك والجمهور الحياه. تمام. طيب احنا معانا دلوقتي على التليفون زميلي العزيز وشريكي في البرنامج الاعلامي محمد مصطفى شردي، والنهارده بنتكلم معاه كمان بصفته من الجمهور اللي كان ليه حظ وكان حاضر حفله امبارح. مساء الخير يا شردي، اهلا بيك. مساء الخير يا لبنى، ومساء الخير لكل الساده المشاهدين. يا بختك الاول طبعا. انا عايزه سمعت الجو كان حلو قوي امبارح، وانت احكي لنا بقى عن الحفله وعن الاجواء، الدنيا كانت عامله ازاي يا شردي؟ أنا مش عايز أقول لك حاجة رائعة. أولا أنا اسمحي لي أن أنا أشكر الأوبرا المصرية على هذا التنظيم. أيوة. والإقبال غير طبيعي، أنا ما كنتش مصدق يعني إحنا بنسمع وبنشوف حتى الكاميرا مش عارفة تجيب آخر الجمهور. أنت بتتكلمي على 6-7 آلاف بني آدم على الأقل في المنطقة دي، وبتتكلمي على تذكرة بـ20 جنيه. أنت متخيلة؟ صحيح. وبعدين ده مش المهم، المهم ان الناس جاية تسمع طرب. الناس جاية متعطشة للأغاني النظيفة. يعني احنا يعني الأوبرا والمهرجان مش بيقدم لهم بقى ايه، حد بيمحر السقف وحد بيبلط مش عارف مين وزغزغني في قفايا مش عارف، مفيش الكلام ده. ماشي ماشي. يعني فالناس هي متعطشة للفن الهادف. مفيش اسفاف، مفيش على الاطلاق. واسمحي لي اقول لك ان هي قضية ما كانش فقط لغير مدحت، مدحت صاحبي وحبيبي وعشرة عمري، انما انا كنت قاعد منبهر بتفرج على الجمهور يمكن اكتر ما بتفرج على المسرح. انا كنت قاعد منبهر بفرقة الموسيقى العربية والاوبرا المصرية والاصوات اللي طلعت منها، والناس عماله تطلب اغاني لدرجه يعني مروه ناجي بالامس توجهت الى مدير الاوبرا وكان موجود دكتور مجدي وقالت له طيب يا ريت نعمل لهم حفلات لام كلثوم. وانا ادعو وبعمل دعوه، بوجه دعوه عن طريق برنامجي انا وحضرتك والقناه الحياه الى الاوبرا المصريه، يا جماعه افتحوا الاوبن اير في الاوبرا، افتحوا هذا المهرجان، قدموا فرق وقدموا شباب الأوبرا المصرية اللي بيغنوا كل الأغاني القديمة، ترجعوا الاحتراف والذوق الفني مرة تانية. وعلى فكرة كمان عشان خاطر زي ما انت بتقول كده العيلة بقت بتروح المهرجان، فأنا شفت امبارح وأنا بقدم المهرجان يا شردي أطفال صغيرين وهم بيتكلموا مبسوطين، فأنت بتزرع فيهم وبتنظف الود. بصي إقبال غير طبيعي، أسرة كاملة جاية، الأسر كتير موجودة. والناس طبعا هي المسافه بعيده على الناس شويه جوه القلعه، بس المكان والجو كان تحفه. انا مش مصدق يعني احنا مثلا ما كناش قاعدين بنصب عرق ولا الدنيا حر. ثم اللي عمله مدحت صالح ده، لا مدحت بتكلمني على عملاق على المسرح. طبعا طبعا طبعا. يعني انا احنا الناس كانت بتردد جميع اغاني مدحت حفظها عن ظهر قلب. وقاعدين يغنوا معاه ويسقفوا معاه، وهو اندمج مع الجمهور اندماج شديد جدا وبحماس شديد جدا، وفرقته وحاجه كانت رائعه وبديعه. يعني بتتكلمي على عمالقه من عمالقه يعني من الفن المصري بيطلعوا وبتقدمهم الاوبرا المصريه، ونستطيع ان احنا نطلب منهم طب تعالوا اعملوا حفله كل شهر. ليه لا؟ ليه ما يطلعش هشام عباس تاني؟ وليه ما يطلعش عمرو تاني؟ وليه ما يطلعش مدحت؟ وليه ما يطلعش يعني كل المجموعه الموجوده والاستاذ هاني شاكر؟ ليه ما يعملوش حفله شهريه؟ ليه لا تعيد الاوبرا
ولو حفلة واحدة شهرية أو حفلتين كل شهر. وهو ده اللي ينطبق عليه بقى، ده الجمهور عايز كده، يعني العبارة اللي كانوا بيستخدموها غلط أهو الجمهور أثبت أنه عايز الفن الراقي. مش عايز اقولك وبيطلبوا وبيطلب الاغاني وحاطط الاغاني والاطفال بيرددوها. يعني متحف صالح بالامس اثبت لي ان اصل انت بتتكلمي على بنات الجيل اللي هم كانوا مثلا من 12 و14 و16 اللي كانوا واقفين مولعين الدنيا مع متحف. دول ما تقدريش تقولي ان ذوقهم وحش. صح عندك يعني ساعديهم بقى ان هم يبعدوا عن منطقه خلاص منطقه الكفتاجيه اللي احنا قاعدين نسمعهم، ولا كده مع اعتذار لكل الكفتاجيه اللي في البلد، بس انما منطقه الاسفاف اللي بيحصل والحاجات اللي بتحصل، لا في مقابل ده تخش الاوبرا المصريه تعمل كش ملك للكل. صح كلامك للكل كل الفنانين المصريين، وعمر خيرت نازل ولينا شمايمن نازله. على فكرة أنا هحضر حفلات كتير جدا، أنا حجزت كذا حفلة فيهم وهروح تاني وتالت ورابع، لأن أنا بالنسبة لي ده من أجمل الأماكن اللي ممكن أروح أستمع فيها وأستمتع بأوبن إير كونسرت يعني. إن شاء الله يا شردي، أنا بشكرك شكرا جزيلا، ودي دعوة للكل، عندكم اختيارين، يا إما نتفرج على الحفلة بتتزاع يوميا وحصريا على قناة الحياة، يا إما نروح كده والمروح هيبقى جميل ويوم جميل وسهرة حلوة مع الأسرة المصرية ومع الأجواء الحلوة في مهرجان القلعة إن شاء الله على أرض الواقع بقى تكونوا موجودين. فيا ده بس فعلا يعني لما بنشوف الترند وبنشوف إن كل فنان ونجم كبير بيتصدر الترند وبتلاقي الإعجاب والإشادات وقناة الحياة حياة ونقلها لهذا الحدث مؤشر مهم جدا ومحتاجين ان احنا نبني عليه. كل التحية طبعا لزميلي العزيز محمد شردي، ودلوقتي بقى اسيب حضراتكم وكفاية كلام كتير ووجع قلب، يعني لانه زي ما بقول صحيح في دنيا ضغط علينا ومشاكل وسياسة واخبار، لكن من وقت للتاني فعلا محتاجين شوية تهدئة كده للنفس وللذهن ونسمع حاجة حلوة. فهسيب حضراتكم بقى مع حفلة جديدة من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء غناء، وتستمتعوا بيها ان شاء الله، ونرجع نشوف حضراتكم بكرة بإذن الله يا رب على كل خير.